هل تعلم ما هي أمراض نزف الدم وخاصة الهيموفيليا؟ هي أمراض نزف دم وراثية وتحدث نتيجة خلل في الجينات، بحيث تسبب اعتلال في آلية تخثر الدم. هناك في الدم في عاملين رئيسيين اللي هم بيلعبوا دور في تخثر الدم، اللي هي الصفائح الدموية، ثم عوامل التخثر اللي هي ذائبة في داخل البلازما الدم. كل هذه البروتينات العوامل هذه اللي هم 13 عامل كلها ذائبة في الدم، طبعا بروتينات، هي لكل بروتين هناك اللي هو عامل وراثي اللي هو الجين. فكل الأمراض هذه بشكل أساسي خلل بيكون في الجين نفسه، بيؤدي إلى يعني خلل في وظيفته، بيؤدي للمرض هذا. وتشخيص الإصابة بالهيموفيليا يبدأ عند الختان أي الطهور، أو عند بداية ظهور الأسنان، أو استئصال اللوزتين، أو في مراحل نمو الطفل المختلفة، عند الحبو أو المشي، بحيث يتكرر سقوط الطفل وبالتالي إصابته بكدمات زرقاء ونزف في أي من أجزاء الجسم. إلا أن المفاصل وخاصة الركبتين والأكواع هي الأكثر تأثراً بالنزف والأكثر تلازماً لمصاب الهيموفيليا. النزيف داخل المفصل المريض بيكون ما بيعرف فيه إلا لما يصير يوجعه للأسف. وجع المفصل بالنسبة لمريض الهيموفيليا هي عبارة عن بداية تآكل المفصل. المريض هذا بيكون سهل إنه ينزف، وبالتالي رح يتعرض لعمليات نزيف متعددة داخل المفصل، بتؤدي بالتالي لتآكل المفصل وذوبان المفصل نهائيا في فترة من الفترات، وهي بتكون على عمر مبكر. يعني عادة المرضى الطبيعيين بيصير عنده تآكل بالمفصل على عمر 60-70 سنة، مريض الهيموفيليا بيصير عنده تآكل بالمفصل على عمر 20-30 سنة. ولأن الهيموفيليا تلازم المصاب بها طيلة حياته، فلابد للوقاية من الأعراض الجانبية لها، وذلك عن طريق اتباع العديد من الإجراءات، مثل عدم القيام بالرياضة العنيفة، وإعطاء العامل المخثر قبل العمليات الجراحية أو خلع الأسنان، الامتناع عن التطعيم عن طريق الحقن العضلي، وكذلك الإلمام بكيفية التعامل مع مضاعفات النزف في حياتهم اليومية. عند حدوث إصابة شو ممكن نعمل إحنا؟ شو ممكن نتصرف؟ كيف ممكن إنه سواء كنت متدرب أو مدرب أو غير مؤهل؟ في عنا مبدأ إحنا نستخدمه، هي تماماً مثل الإصابات الرياضية، يتبع مبدأ رايس، الآيس، الرفع، وضع الثلج، لف الجزء المصاب، كلياتها بنعمل على تخفيف من حدة الإصابة، تخفيف من حدة الإصابة، هيك حتى نعمل على إنه وصول المريض إلى مكان مركز الصحي في أقرب فرصة دون أي حدوث مضاعفات لا سمح الله. المرض الشديد اللي هو أقل من 1% يعطى علاج وقائي، أي يعطى العامل الثامن بشكل وقائي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع دون حدوث النزيف. أما البروتوكول العلاجي هو يعطى للمريض عند حدوث النزيف، سواء كان المرض شديد أو متوسط، إذا حدث النزيف أو احتاج المريض إلى عملية جراحية أو إصابة يعطى العامل الثامن بشكل يومي حتى وقوف النزيف. ماهر الحلاق حالة من مئات حالات الهيموفيليا في فلسطين، يعاني منذ نعومة أظافره من النزف التلقائي نتيجة لأبسط الكدمات أو الجروح. عشنا يعني تأقلمنا مع المرض هذا والحمد لله رب العالمين، وحياة بدها تمشي بالنسبة للمرض اللي معانا، والحمد لله رب العالمين بسبب المرض هذا. ما انت عارف المرض هذا يعني أثر على زي ما تقول مع كثر ما انت، عشان فيش زي ما تقول واحد بيشتغل هانها بصح له ضربة بيشغل راتيك صح لي، أنا بمصغري ضربات برجلي. المرض هذا بسبب عندنا في المفاصل تآكل في المفاصل، المرض الهيموفيليا. وبالرغم من تأقلم ماهر مع الهيموفيليا، إلا أنه أدرك منذ البداية لاحتياجاته الطبية وحقوقه العلاجية.
كما وانخرط ماهر منذ البدايات في الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم، وهو الآن منسق لها في مدينة الخليل. بنتابع جمعية الهيموفيليا، دائما متابع أنا مع جمعية الهيموفيليا أول بأول، وأي شيء بصير معهم أنا متابع معهم، يعني زي ما تقول أي شيء وتنهار، يعني زي ما تقول بنحكي معهم بالنسبة لزرع المفاصل وزرع الهيكذ والأدوية وشغلات هيكذ، وإذا بصير نقص الفاكتور الحمد لله أنا الفاكتور له فترة متوفر الحمد لله، بس في شغلات ثانية مثلا زي زرع المفاصل عمليات هذا تنقص المرضى كثير، لأنه لا يوجد عند الحكومة إمكانيات خاصة لمرضى الهيموفيليا. وبعد زمن من معاناة ماهر مع الهيموفيليا حددت له عملية زرع المفاصل وتم تحضيره لإجرائها. إذا مريض من كدمة بسيطة بنزف، فما بالك أنت بدك تعمل له عملية جراحة مفصل، تغيير قص عظم، تركيب مفصل صناعي، في الوضع الطبيعي بتكون عملية النزيف عالية، فما بالك في مريض أصلاً معرض للنزيف، فهذا بيكون تحدي كبير بيننا وبين زملائنا أخصائية الدم إنهم يكونوا موفرين الفاكتورز الضرورية لتجلط الدم. لما أنا دخلت المستشفى قبل العملية تقريباً بأسبوع قاموا بإعطائي علاج طبيعي، والكل كان الحمد لله رب العالمين متابعيني. بعدها بأسبوع تقريباً بأسبوع من العلاج والفاكتور والفحوصات اللازمة إلي، والحمد لله رب العالمين دخلت للعملية، والحمد لله رب العالمين طلعت من العملية، والعملية الحمد لله تمت بنجاح تام. بعدها بأسبوع أسبوعين حسيت تحسن كثير كثير وفرق كثير، صرت أمشي وأروح وآجي. في أواسط التسعينيات كانت هناك ضرورة لتأسيس كيان يعنى بحالات الهيموفيليا في فلسطين، وعليه قامت مجموعة من حالات الهيموفيليا وعائلاتهم ومتطوعين وأخصائيين بتأسيس الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم. الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم جمعية غير حكومية غير ربحية، البدايات كانت في أواسط التسعينيات بعد أن رأت معاناة هؤلاء المرضى والحالة الاجتماعية والطبية السيئة التي يمرون بها. نتحدث عن الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم، هي مهتمة بالتوعية والتثقيف والحشد والمناصرة في محاولة توفير العلاج والرعاية الشمولية لهؤلاء المرضى. الجمعية ليست بديلاً عن وزارة الصحة أو الوزارات الفلسطينية أو مقدمي الخدمات، إنما تعمل الجمعية بطريقة تكاملية وتخصصية مع الآخرين. دور الجمعية يعتمد على تعزيز عدة محاور وعدة نقاط. المحور الأول هو الحق في الصحة والحق في حياة كريمة للمرضى وعائلاتهم، وذلك من خلال تفعيل القوانين المحلية والعالمية التي تقر بهذه الحقوق كحقوق أساسية وأقرت في الأمم المتحدة وفي جنيف وحتى لدى السلطة الوطنية المحلية أو في الإقليم العربي حتى. لن يحدث هذا إلا من خلال العمل بروح فريق العمل الواحد بين مكونات مجتمع الهيموفيليا من مرضى وعائلاتهم وجمعية ومقدمي الخدمات كوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية. تعمل الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم حالياً من مقرها المستضافة به في الوقف الخيري لمركز البير الطبي في مدينة البير، وتطمح الجمعية في توفير مركز نموذجي يوفر الرعاية الشمولية لحالات نزف الدم والهيموفيليا في فلسطين.